تعال جاي تعال جاي ابو غازي تعال لا 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 انظر طلع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. على سنة الله ورسوله حيث قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجهة الكريمة من أهالي البلدة الكرام وأقرباء وأهالي العريس السيد أمير جئنا لطلب يد ابنتكم على سنة الله ورسوله فيعني إجابة نتمنى الإجابة إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم جميعا حياكم الله على هذه Thank you.
ما حصل لك جاي بالله عليك معك معك ايوه من نصك عندك الله قلت انا دائما انا بعدين بس واحد هنا انا بكل شايف والله واحد بس يطلع عليه